أهلا وسهلا فيكم، مواليد برج الجوزاء. مظبوط الجوزاء. عم نقرأ، عم نحاول نقرأ الفترة الجاي اللي برج الجوزاء المشاكس، اللي كل أصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين، بس الحق يقال هم كتير طيبين، والحلو فيهم التفاؤل. جماعة متفائلين كتير في الحياة. أنا خلطت طبعا الورق قبل الفيديو، كمان عم بخلطه بطريقة أكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي أنا بحبهم كتير، بتشاكس معاهم كتير في الحياة، اللي هم برج الجوزاء، بس بنتصالح بسرعة لأنهم كتير مهضومين وكتير حلوين، بحبوا كتير يعني ينقدوا، وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون فلتر. يعني شو الصوت؟ جماعة كتير متفائلين، هذا سبب نجاحهم في الشغل أكثر ما إنه في العاطفة. في الحياة بشكل عام أنا بقول، ما عم بقول توقعات، لسه ما بلشنا في التوقعات، لكن برج الجوزاء من الأبراج الناقدة يلي بتنقد، ما بتخلي شيء بقلبها، بتقوله بأي طريقة بدون ما تفكر إيش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة، بيقولوا يلي بقلبهم، وهذا أكثر شيء أنا بحبه فيهم. بزعلوك شوي لكن بسرعة بسرعة بيصلحوك، ما بتعرف كيف، يعني كأنهم نسيوا الشيء اللي عملوه. فبرج الجوزاء صديق ممتاز، حبيب رائع، لأنه متجدد دائما وأبدا برج الجوزاء، وهو شخص مسؤول في الحياة. فإذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء، شاب من برج الجوزاء، فهذا شيء كتير يعني فرصة حلوة إلها، لأنه متحمل للمسؤولية. خلينا نحكي عن الفترة الجاي. برج الجوزاء كانوا شوية قال عليك أنت بدك الأمور تكون بيرفكت كتير بالشغل، بالعاطفة، بتحاول توازن كل الأمور، بدك كل شيء مثالي، ولأنك أنت شخصيتك قريبة من المثالية. شخص برج الجوزاء بيحاول، بقاتل أو في صراع دائما مع نفسه، لأنه بيحاول يوصل للمثالية، وهذا إشي أنا بعتبره يعني غلط كبير، لأنه أحيانا حتى عيوبنا يعني بتكون حلوة. هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك، بس لا، في عيوب حلوة. أحيانا بنحب أشخاص عندهم عيوب كتير، بس نحن بنحب هاي العيوب لأنها طالعة يعني من قلبهم، ما عم يمثلوا علينا. فبرج الجوزاء بطمنك إنه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني أمور تمام. هلأ أنت عم تحلم، عم تحلم وتحلم وتحلم وتقول متى بده هذا الاشي يصير وخلص، ولو بده يصير كان يصير. لا، بالاخير في ميزان، في عدل، الامور كلها راح تصب في صالحك في الفترة الجاي. والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمر لك الشر، فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك. ما بقول انه انتوا رح تبعدوا عن بعض، او انا بصراحة ما بحكي، انه ما بحدد الان عاطفة او عمل، لكن هو في شخص منكد عليك بالعربي، فانت طول الوقت بدك تتلاشاه وبدك تهمشه، وهذا الاشي اللي بيزيد غيرته منك. لذلك هو بالارجح يكون في العمل. كان يعني شوي عم بيهيئنا لشهر 6 و7 و8. ما بدي احكي لك اضحك عليك، اقول لك انه كل الفترة حلوة كتير. شوي تكمل في احلامك، استنى المفاجآت الحلوة. حيصير في عند حتاخد حقك طبعا في العمل، في العمل والعاطفة كمان.
لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة، بدك تستنى شي 15 يوم، أقل من شهر. فالفترة الجاي كتير واعدة بالنسبة لإلك، وحتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين إنه أنا ارتحت من هذيك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي. فهو شبه دورة عم بتمر فيها، لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف حلاوة الأمور اللي جايتك بالفترة الجاي. والحب، الحب يا جوزاء، الحب جاي جاي بطريقة يعني حتمية. خلينا نقول إنه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية، لكن أنت كنت كتير مطنشة وكتير شايفه إنه مش لإلك أو أنت مش لإله. هذا الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه، لكن أنت تفكيرك صح، خليك ماشي في الخط اللي أنت فيه. والشخص اللي أنا عم بقول لك عنه أو الفرصة هي جاي في الفترة هاي، فترة خلينا نحكيها الحب والسلام لبرج الجوزاء، لأنه بيستاهل كل خير. برج كتير مكافح، وبالآخر يعني عن جد بيوصل للشيء يلي بده إياه، لأنه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت، خاصة من ناحية الشغل. حتاخد مكانتك اللي انت بتستحقها، مش اللي انت هلأ فيها. لذلك بقول لك تفائل انه الفترة الجاي كتير حلوة. ما بضحك عليك، ما بقول لك انه كل الفترة، لكن خلينا نحكي 80% من ال3 أشهر الجايين حيكونوا سعادة بالنسبة لك فظيعة. أول السنة كانت مش مبشرة، كنت تقول والناس اللي كانوا يبعثوا لي كانوا يقولوا لي إنه شو برج الجوزاء بتضحكوا علينا وكذا. لا، أنا قلت من قبل إنه الشهر 1 و2 و3 حيكون شوي صعبين على برج الجوزاء، لكن بدهم يصبروا شوي. وفعلا النص الثاني أحلى بكتير من النص الأولاني في لبرج الجوزاء. خلينا نحكي إنه أول 6 أشهر من هاي السنة كانوا عبارة عن لملمة أمور، كيف بدي أحكيها، إنه يعني الأمور اللي مش عاجبانا عم نتخلص منها، عم نتخلص منها، عم نحس إنه إحنا مش مرتاحين لوجود أشخاص أو أمور حولنا، حيثيات إحنا ما حبيناها، لكنها يعني هي الطريق، هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي أنت بدك إياه. مرة تانية بحذر برج الجوزاء من أول 15 يوم، ما بحذره يعني ما بخوفه، بقول له إنه صعبين أو كذا، لا، لكن المياه حتكون راكدة. يعني لو بدك تفكر إنه في مصباح سحري والأمور واو حتكون هيك بسرعة من الباب للطاقة، لا، بدك تكمل وما تفقد زمام الأمور، ما تعصب كتير. بدك تروق يا برج الجوزاء، انت عندك اعصابك كتير مشدودة طول الوقت، وعم بتروح على البيت عم بتفكر بالشغل، وعم بتروح على الشغل عم بتفكر بالبيت والعاطفة. حاسس انه الامور ما ظابطة كتير معك، لكن بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة لإلك. وكمان مش بس ال3 أشهر الجايين، لا، كمان الشهر الزيادة يكون كتير حلو. بالإضافة لآخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزاء، أحلامك كلها حتتحول لحقائق. ما بحب أبالغ كتير، لكن هذا اللي مبين عندي. وطبعا لوقتها يعني من هون لهداك الوقت حانزل باستمرار الوارد والجديد عندي، فتابعوني وجود لك لبرج الجوزاء.